حوار بالتأكيد مع المؤرخ الرياضي والناقد الرياضي الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى، ونبدأ بقى الحديث عن فكرة الذكريات ومحطات التاريخ في النادي الأهلي، والجزء المهم اللي احنا بدأنا فيه الحديث في الحلقات السابقة رد اعتبار تاريخ النادي الأهلي. أستاذ سعيد، نبدأ بقى نتكلم في الجزء المهم وهو متعلق بتاريخ النادي الأهلي ورد الاعتبار. الحلقة الماضية عملت رد فعل الحمد لله إيجابي جدا، واتكلمنا في موضوعات مهمة وكانت بداية لسلسلة حلقات. نبدأ نتكلم بقى على تاريخ النادي الأهلي ومشوار تأسيسه وفكرة رد الاعتبار برضو لسه مكملين فيها. يعني ليه تاريخ الأهلي؟ هو لازم عشان نجاوب على السؤال ده، التاريخ هو ذاكرة الأمم، ومن يفقد التاريخ يفقد الذاكرة. الأمة اللي بتفقد تاريخها اللي مهتمش بتاريخها بتفقد الذاكرة. التاريخ مهم لأنه ده الاحتياط الاستراتيجي اللي بيصنع المجد في أي مجال، ده الرصيدك الاستراتيجي، زي ما يكون كده انت ليك رصيد في بنك او دوله ليها بنك كبير، ده رصيدك الاستراتيجي اللي بتواجه بيه اي كوارث. التاريخ هو مجموعه الدروس التي يجب ان يستفاد منها. اللي ما بيتعلمش من دروس التاريخ فلا يتعلم شيئا. يعني التاريخ هو مجموعه دروس، وزي ما قال في يعني أعظم مؤرخ في القرن العشرين اللي هو أرنولد توينبي، ليه مقولة شهيرة جدا، بيقول لك التاريخ هو معمل تجربة التجربة البشرية. يعني التاريخ ده معمل تجارب البشرية. فأنت اهتمامك بالتاريخ أو اهتمامك بتاريخ النادي الأهلي أو أي مؤسسة بتهتم بتاريخها فهي بتهتم بالدرس، بتبني على الإنجازات وبتهتم من دروسه عشان لكي تتجنبها، لأن اللي ما بيستفدش زي ما قلنا من دروس التاريخ فلا يتعلم شيء. الحياة مدرسة والتاريخ هو المعلم. يعني الحياة دايما مدرسة والتاريخ هو المعلم في هذه المدرسة. فمن هنا احنا تاريخ النادي الأهلي ده مهم جدا، لأن النادي الأهلي ده قلعة جبارة زي ما قلت لك، ده بوابة كبيرة جدا للتاريخ. ما ينفعش ان احنا نهمله، وإلا بنقصر مش في حق نفسنا، لا في حق الأجيال القادمة، مش في حق اللي فاتوا. اللي فاتوا دول أو الأبطال اللي صنعوا تاريخ النادي الأهلي دول كانوا رموز بتضحي وبتنكر ذاتها وضربوا أمثلة، والمثل كان في عمر لطفي إن هو أنكر ذاته، ومع ذلك هو واحد من الناس اللي فتحوا بوابة التاريخ للنادي الأهلي أو اللي دخلوا التاريخ. لكن مهم بالنسبة للأجيال القادمة، عشان الأجيال القادمة يبقى عندها مثل وعبرة وعندها رول موديل، عندها قدوة، فانتمائها يبقى أكبر. لما بتنتمي أكتر عندها أسباب للانتماء للنادي، فده أسباب للانتماء للبلد، لأن النادي ده هو جزء كبير جدا من البلد وبينتمي ليه 60-70 مليون، عشرات الملايين. فأنت بتتكلم في أمة، فالأمة التي لا تعرف تاريخها فهي أمة فاقدة الذاكرة. الإنسان اللي ما يعرفش تاريخه فاقد الذاكرة. فهنا من هنا أهمية إن احنا بنعيد تاني نرد الاعتبار لتاريخ الأهلي. ورد الاعتبار ده يعني مثلا في مناسبات كتيرة، احنا كل سنة في ملطمة ومندبة على حكاية نادي القرن، مش هنخلص منها. انت بترد اعتباره، انت بترد بالتاريخ. يعني التاريخ أحسن عقاب للمدعين، انت بتطلع له التاريخ. تاريخ سنة 93 لما اتحطت الكاف، حط المعايير بتاعة نادي القرن، ما كانش معروف مين نادي القرن. نظام النقط والكلام ده كله احنا عارفينه، ما كانش معروف. فانت لما تيجي ترد، ما يطلع كل سنة مندبة من بهذا الشكل، فانت بتستعين برصيدك الاستراتيجي اللي هو التاريخ، احتياطك الاستراتيجي. بترد بالورق، بالحقيقة، الحقائق، مش محتاج تتكلم، بتقدم الورق. فالتاريخ هنا ده رصيدك الاستراتيجي. تاريخ النادي الاهلي بقى، النادي الاهلي عنده تاريخ عظيم جدا او رصيد استراتيجي كبير جدا. عشان كده يتقال لك يا استاذ سعيد اللي ملوش تاريخ ملوش حاضر ملوش مستقبل. بالظبط كده. من ليس له ماضي ليس له مستقبل. بالظبط. والتاريخ ده بتاخد منه الحكمه او الدرس. فده مجموعه دروس، تتجنب الاخطاء، عندك تجربه بتتجنب اخطائها، وعندك اسباب الانجازات، اتشيفمنت، يعني الانجازات الكبرى اللي بتتعمل، فانت بتبني عليها. فاللي مش شايف ده، لا ده انسان فاقد الذاكره او مؤسسه فاقده الذاكره. واحنا النادي الاهلي ليس بالمؤسسات
التي ممكن أن تفقد ذاكرتها، لأن الذاكرة تحمل كنوز مجيدة.